السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنقدم لكم فيديو جديد ان شاء الله من قناة فور ام. هنعمل النهاردة يا حبايبي فراولة، زي ما حضراتكم كده شايفين الفراولة جميلة خالص في السوق دلوقتي وسعرها متاح لكل الجميع. هنعمل مربى النهاردة، بس الاول حبيت اوريها لكم قبل ما اقطعها وقبل ما انضفها. انا كده غسلها ومخليها زي الفل، بس ايه العنق بس هو اللي ايه اللي هشيله ان شاء الله، هنضفها وارجع لكم تاني. وخلاص كده يا حبايبي احنا بسم الله ما شاء الله غسلناها وقطعناها وظبطناها اهوت، واقفه بس على التقطيع. هنقطع كده مع بعض. طبعا التقطيع ده حسب رغبتك انت وحسب ذوقك انت، في ناس بتخليها في حالها، في ناس بتقطعها حتتين كده وخلاص، لا انا بعملها مكعبات صغيره على اساس يبقى العسل كده فريح منها وشكله ايه جميل. في ناس بتعملها في الكويكي، دي برضو بترجع لك انت حسب انت ما بتحبي وحسب اولادك ما بيحبوا ايه. احنا هنقطعها كده صغيره وهتشوفيها تبقى شكلها جميل قوي في الطبق لما تغرفيها للاولاد كده حبايبي. انا على فكره وزنت الفراوله 2 كيلو، 2 كيلو فراوله. في ناس بتحط على الكيلو 1 إلا ربع سكر، وفي بيحطوا الواحد قصاده 1. انا بحط الكيلو الفراوله قصاده كيلو سكر عشان خاطر الفراوله مززه شويه تبقى ايه الشربات فريحه كده شكله جميل وكتير والعيال ايه تغمس فيه. وبرضك لو عايزه تخليه كيلو الا ربع مفيش اي مشاكل، الشربات بتاعها هيبقى شويه. وكده خلاص يا حبايبي زي ما حضراتكم كده شايفين احنا قطعناها التقطيعه ديت، وزي برضك ما انت عاوزين لو عاوزين تكبروها شويه مفيش اي مشاكل، عاوزين تصغروها مفيش اي مشاكل. احنا قلنا دي حسب ذوقك انت وحسب رغبتك انت. هنجيب عندنا حله كبيره، يا ريت تكون حله كبيره علشان خاطر ايه لما تغلي ولما تطلع رغاوي وكلام من ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنحط السكر كده، هنوزع راس السكر عشان لما تقلبيه ما يغلبكيش كده، وبرضك في الاخر برضك هنقلبه كله على بعضه. وكده خلاص كده حطينا نص السكر، هنحط النص التاني لما نقلبه. حاسين طبعا ان السكر كتير، لا السكر مش كتير ولا حاجه، انا حاطه كيلو قصاده كيلو. لو انت عاوزه تقللي شويه مفيش اي مشاكل، تقللي ربع كيلو، يعني تحطي مثلا كيلو الفراوله عليه كيلو الا ربع سكر مفيش اي مشاكل. بس انا عشان بحب الشربات الكتير في الفراوله، الاولاد بيغمسوا بيه وكده ويعمل بيه سندوتشات ويبقى جميل. والليمونه دي طبعا هنعصرها، بس لما الفراوله نولع عليها وتقرب تستوي قبلها ب10 دقايق كده هنعصر معلقه كبيره ونحطها على الفراوله علشان تحافظ انها تعيش فتره اطول، وبرضك تقعد لك السكر شويه وتقله لك. هنروح نولع البوتاجاز كده يا حبايبي، بوتاجاز. وقلنا برضك احنا عاوزين حله كبيره، احنا فعلا حطيناها في حله كبيره اهيت. هنولع عليها، يعني ولا نعلي ولا نوطي النار المتوسطه كده، وهنسيبها شويه كده مع نفسها ونرجع تاني نقلبها ان شاء الله يا حبايبي. وخلاص كده يا حبايبي، كده زي ما حضراتكم كده شايفين الفراوله نزلت الميه اللي فيها السائل اللي فيها، وبرضك السكر نزل وعمل مع الفراوله. احنا بقى ايه نوطي النار شويه ونخليها بقى عايشه مع بعضها كده شويه. وزي ما كده شايفين يا حبايبي المربى كده جميله خالص وشكلها احمر خالص. على فكره يا جماعه لما تيجي تعملوها مربى يا ريت تنقوها احمر حاجه، كل ما تنقوها حمراء كل الفراوله ما تبقى شكلها احمر وشكلها جميل. اهي زي الفل اهيت، وانا موطيه عليها خالص وبراحتها خالص. خلاص كده يا حبايبي شفت المربى جميله خالص وحمره جميله خالص ازاي. وبعدين لما تيجي تعملوها يا ريت توطوا عليها النار عشان ما تساعدوش ان الريم ده يطلع. شايفين الريم حاجات بسيطه خالص اهيت. هنجيب معلقه كده وناخد الريم كده بالمعلقه، ناخد الريم كده يا حبايبي بالمعلقه علشان الريم ده يساعد ان المربى ما تغيبش كتير عندنا التخزين. ان كنتوا انتوا هتخزنوها يعني، لو مش هتخزنوها عادي. وبعدين احنا كده كده اصلا بنحطها في التلاجة، يعني كده خلاص. هنجيب بقى نص ليمونة، نص ليمونة هنعصرها في المعلقة، ياريت طبعا ما تكونش فيها البذر بتاعها، ده برضو بيساعد على
انها تقعد بسرعه وتتقل منك بسرعه. طلع بس البذر كده، نيجي حاطينها يا حبيبي، نقلب كده بالراحه وخلاص. المربى كده مش هتكمل ربع ساعه ان شاء الله، وهنطفي عليها. خلاص كده يا حبايب قلبي، احنا طفينا على المربى، والمربى طلعت بسم الله ما شاء الله عليها جميله خالص، والسمك بتاعها بسم الله ما شاء الله عليها. بص اهي، تحسوا بص الشربات متماسك ازاي، بصي حتى بيغيب لما يجمع على بعضه. بصوا نفسي جميل خالص، حلو خالص كده. ولو عاوزه تخففيها شويه مفيش مشاكل، عاوزه تقليها شويه مفيش مشاكل، بس هي كده تحفه وجميله. وجبنا البراطيمه اهيت، غسلناها وخليناها زي الفل، وعقمناها كمان بالميه السخنه المغليه، ونشفناها جامد خالص. اهم حاجه تنشف البرطمان عشان خاطر الحاجه ما تجرالهاش اي حاجه في المربى. وهنعبيها في البراطيم، وعاوزه تحطيها في الثلاجه مفيش مشاكل، عاوزه تحطيها على الرخامه بردك مفيش مشاكل للاستعمال. وبصوا يا حبايب قلبي، لو انتوا عاوزين تجربوا المربى خلاص استوت ولا لا، ممكن تجيبي ورق مناديل وتحطي كده حبه مربى عليه، لو رشحت من تحت تبقى المربى لسه ما استوتش، لو ورقه كراسه عادي برضك، لو ما رشحتش تبقى المربى بقت كويسه وجميله. وخلاص كده ايه، تعبيها في البراطيم وتاكلي وتتهني ان شاء الله. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد، ودعموني كده وشجعوني.